قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث، فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. إلى موضوع آخر، النهوض بالاقتصاد الوطني لا يقتصر على إنشاء مشاريع وتنمية الاستثمار فحسب، بل يتطلب التسيير الرشيد للأموال وفتح التكوين المتخصص في المانجمنت الذي من شأنه أن يساعد على نجاح المشاريع الاستثمارية. أحمد بوطاف والتفاصيل. قضايا الفساد التي تعالجها المحاكم الجزائرية هذه الأيام أغلبها راجع إلى سوء تسيير المشاريع والثغرات المالية المنجرة عنها، وهنا يرجع التساؤل حول تكوين إطارات الدولة في تسيير أو ما يعرف بالمانجمنت. نحن نتمنى أن يكون هناك اختصاص مدارس كبيرة في تسيير المشاريع لاستجابة لمتطلبات الواقع الاقتصادي، لكي نتهرب أو لكي بوريفيتي يعني مستقبلا ما رانا نشاهده يعني من تبذير ومن قضايا في العدالة لسبب نقص في التسيير الجيد للمشاريع إن شاء الله. Alors le besoin de management de projet en termes de compétences il est immense. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail à faire au niveau de la formation, au niveau de la prise de conscience de l'importance du sujet dans les entreprises, qu'elles soient nationales ou privées, mais aussi pour savoir gérer les compétences, qu'elles soient techniques, contextuelles ou comportementales. تسيير المشاريع وفق الأجال والمبالغ المرصودة لتحقيق الأهداف يتطلب الكفاءات والكوادر ذات تكوين متخصص، وهذا ما ينقص البيئة الاستثمارية بالجزائر. Les personnes à la gestion de projet et à tout dans la vie sont le plus important. On peut avoir des bons outils, on peut avoir des bonnes méthodologies, on peut avoir des gros ressources financières. Si les personnes manquent, tout va manquer. Il faut regarder les pionniers, il faut regarder les gens qui atteignent les objectifs, les gens qui atteignent des résultats marquants, et on voit que c'est le management qui pourra relier entre les compétences, le savoir, le savoir-faire. الفترة الحساسة التي يمر بها الاقتصاد الوطني تتطلب التسيير الرشيد للأموال العمومية وفتح التكوين المتخصص في المانجمنت، مطلب ملح لتفادي سيناريوهات الفساد. لتصلك آخر مستجداتنا اشترك معنا عبر صفحتنا الرسمية.